كلها معايا. جهز الغدا بسرعة يا فضة. خير؟ ماله عمي؟ تعبان. اسم الله عليه، سلامته. حطني على هوارة واداني الختم والعصاية. طول عمرك ولد واخوه. مالك يا همام؟ وشك مش مرتاح ليه؟ رغم ان ابوي راجل كبير، انا عارف صح عمار بيد ربنا، بس ترجفت عليه. اللي في يد ربنا مالناش دعوه بيه. قول يا رب. من قال يا رب غلب. رايحه فين؟ اجيب لك الغدا. اقعد هاوسك. الله، احلى كلمه اسمعها منك في حياتي يا همام. عاوزك. هحس ساعتها بس اني لي عازة. عازة بس الجواب اللي فات كله صلحه. اللي فات بس؟ لا، اللي فات واللي جاي. خير يا حبيبي؟ خير ان شاء الله. خير، اصل عمك حلم انه كفن وقصر. يا ساتر يا رب. حاجة عفشة صح؟ كفن وقصر. يا ساتر يا رب، تبقى حاجة عفشة. قام قلقان، هيقول معناها ان الناس له هتقطع بعد الشر. ما هو عندي اسم الله عليه، انت وسلام. سلام زي ما انت راسي، وانا ما عنديش عيال. ما احنا لنا سنين على كده. ايه اللي جد يعني؟ السن الكبير والكابوس والكفن خلوه يعيني هيتجنن. كان هيموت وسطينا صراحة. نفسه راح وعينيه غربت ولسانه اتلوق. ما فيش في حنكه غير اتجوز يا همام، اتجوز يا همام. تتجوز؟ انت متجوز ولا هو كبر ونسى ان انت واخد بنت اخوه؟ لا، ما نسيش. هو قصدي اني اتجوز واخلف، زي ما تكون روحه متشعلقة في الحكايه دي. خلاص، ابوك روحه اتشعلقت في خراب بيتي. ليه؟ خرب بيتك وانا موجود فيه يا صلحة؟ ليه بتقول الكلام ده؟ كلام مين؟ كلام مين يا همام؟ انت هتفور دمي ليه؟ عينك من مين يا همام؟ يوه، وانا هلا وعيني من حد. انت صبرت السنين دي كلها ليه؟ صبرت؟ صبرت نتغصي بياك؟ ده شرط كنت شرطها عليك ولا بنت؟ ورضيت. وكل رجالة عندها مرة واثنين واربعة، وانا قلت صالحة بالدنيا. وايه اللي شادلي بالدنيا؟ ابوي. ابوك؟ ليه؟ عيل صغير انت؟ ابوه يقول له كخ من صالحة وتتحابى للجديدة؟ صعب عليا قوي يا صالحة. وانا بس ما صعبتش عليك يا همام. ليه؟ صالحة بعد عني. انت عندي اغلى من النفس اللي جاي صح. لكن اتهان؟ لا يا همام. صالحة، صالحة يا بنت عمي يا حبيبتي، افتح. اقولك. بقولك ايه؟ بيت اخوي مفتوح، سيبني دلوقتي. ولا قوة الا بالله. السنين دي كلها وابوك ده ما افتكر انك ما خلفتش. خلاص روحه اتشعلقت في طلوع روحي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عملت ايه؟ صالحة اختارت يا ابوي. مين؟ ورد اليمن بنت عمر ابو غالب همام. هاي دي اللي امها تخينة ولها جناب. معرفش يا ابوي. صالحة بنت اخوي هي اللي نجت. لا والله. المهم تكون بتخلف ولود تجيب لك الواد. قوم قوم لمولاد عمك وقعد في الطشت تسبح وتنقط. تسبح وتنقط ايه يا ابوي؟ حرام عليك. نروح اجيبها من سكات وخلاص. كيف؟ مش حارس تسبح وتتنقط؟ يا ابوي صل على النبي، نخلي الحاجات دي للعيال الصغيرة. أنا عندي 60 سنة. إيه كل شوية تقول لي عندي 60 سنة، 60 سنة. وأنا عندي 80. ولا عاوز أتجوز، أتجوز دلوقت. أقدر ولا لا؟ تقدر يا ابوي تقدر. ألف مبروك بالذرية الصالحة إن شاء الله. يلا يا شمش. مبروك يا ولد أبوي، اجعلها عتبة خضرة مروية ويعطيك ما يحرمك. عاوزة حاجة يا صالحة؟ عاوزة سلامتك يا شمش. ألف مبروك. يلا يا شمش. مع السلامة. مبروك يا أخوي. أنا مشيت فضة وأختها والبيت رايق، ما فيش غيري، مش هطلع حس. عايزني اروح عند اخويا اروح. لا خليك. قاعد جاري ليه؟ مستنى زغرتلك؟ امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تدخل لعروستك. ادخل دلوقتي؟ امال هتدخل متى؟ حاضر. انا اذنك يا ساره. من غير اذن، خش. أصلها إيه زين ومليح؟ مالك؟ ما ملياش. إيه مش عاجباك؟ جبتيها من فين دي؟ نجيتها من وسط 10 بنات. الجمال مش كل حاجة هما. أنا حلوة هو يعني خدت إيه؟ أنت حلوة. إيه همام مش حلوة أنا ولا إيه؟ لا حلوة قوي. راحة أبوي. ما جانيش نوم يا ولدي. دليني بالراحة. دليني يا ولد المركوب. دليني بالراحة. قول لي يا ولدي طمني
دخلت يا ابوي روح استريح. صالحه منعاك؟ وانا كلمته ربنا هداها. خش يا ولدي خش وانا قاعد مستنيك. قاعد فين يا ابوي؟ انا هنا جنب بنت اخوي. انا هنا لحد ما اطمن عليك. تشرف يا عمي. عارف يا بنتي انك مش طايقاني لكن مش مهم، المهم ولدي. خش يا ولدي وانا قاعد. خش يا همام خش ما تخافش. حاضر يا ابوي حاضر. فليني يا صالح فليني. قوليلي حسيتي بيه من تلاي لما عرفت انه ورا جواز همام؟ ولا حاجة، رحت ومشيت كلامك ونقيت العروسة. ربك خلاه في الظروف، عفشة وتخلف حفيد احسن من بنت اخوي. فليني فليني يا صالحة فليني. ورد اليمن الله اسمه ريحته حلوة قوي. ربنا يحلي لك دنيتك. عندك كم سنة يا ورد؟ 22. يا الله شميت ريحة الورد يا شيخ سلام. يدك هتترعش قوية. همام همام يا ورد اليمن. هتكسف أقولها؟ عيب. أنت كمان يدك حلوة قوي. الحمد لله. أحلى حاجة عملتها صالحة في عمرها كله. يصب الماء يسقي للأمارة. ومنهم من يكون حبه ما بات
أصحاب النصارى. تبكي ليه يا حبيبتي؟ ما تعودتش ابعد. يا حبيبتي لا تبعدي ولا حاجه، الايام قريبه وبعدين هنزوركي وتزورينا. عمتي قولي لابوي اروح على جمالنا. حاضر يا حبيبتي. حد يشيع لاسماعيل ياجي يشوف بنته. حاضر يا ستي. حاضر. ديري اسماعيل العروس عاوزاها. رجعت في كلامها؟ رجعت والله. جدع جدع. شوف بيتك يا اسماعيل. اسماعيل بتقول لك عليه اهلا وما بلشت تلبس معاه. حاضر. قاعد بعيد ليه يا عيسى؟ تعالى جاري هنا. ايوه يا شيخ بقرت. اقعد. مالك؟ ماليش. افرد طولك كده واعدل ظهرك. حاضر. عاوزك في مشوار. انا مشوار تاني عشان طلعت الجدع في الاولاني، اقول لك عليه بعدين. روح مطرح كله. رايح جاي زي المكوك دي. عايزها يا شيخ يوسف. ما تترزع يا مكفي. حاضر. رايح فين؟ تعال اقعد جاري هنا. اقعد جاري عمك يا عيسى. حاضر. حاضر. مش انت يا واد اللي كنت بتسرق الغله من عمامك زمان؟ انا؟ ايوه انت. بعنقك المال ودي؟ ها؟ ما تتحركش. عايز اريح رجلي. خير يا ليلى يا بنتي. ليه يا طارق؟ اللي انت عاوزاه. اروح معاهم راكبه هلال الجمل بتاعنا. هلال؟ حاضر. اللي انت عايزاه. واخد معاي حنه وشهربان. حاضر. مبروك يا ليلى. جديد ابوي. مين اللي خلع يا شيخ يوسف؟ ولدك. عندك مانع؟ هو ولدك برضه. جدع. انت كده جدع. مبروك يا همام. الله يبارك فيك يا صالحة. عروسة زي القمر. طلع لعمتي. اتمسوا بالخير. مبروك. تعالي هاتي يا همام. اقعدي. تعالي يا حبيبتي اقعدي. محدش غريب. جوزك ومرت جوزك ما تتكسفيش. ايوه كده. عايزكم تحبوا بعض وتتعودوا على بعض. والله ربنا اللي يعلم. خالتي صالحة عندي زي أمي. اتفرج على الحديد اللي فور الدم. ولما جملك دي الوجه شندل بالك. قصدها في المقام مش في السن. لا عاوزة مقام ولا تربة. أنا عارفة كهن البنات. بص يا ورد اليوم من أول دي الوجه تقولي لها يا صالحة بس. وبعدين في قلة القيمة دي عيلة معاها أنا. طب أعمل إيه طيب؟ أقولها إيه؟ حيرتيها معاك يا صالحة. تقولك ايه طيب؟ قلت لها قبل كده ما تقولش حاجه. مش لازم تقول يا كذا، تقولي كلام وخلاص. صباح الخير صباح النور. كأن ربنا ما خلقليش اسم. ارتاحوا.
حاضر. جدع جدع يا ورد اليمن. يعني هي جدعة وأنا ركبني عفريت؟ اهدي يا صالحة اهدي، خلي بالك طويل. ما تقول لي أكبر وعقل أحسن، كبرنا الحمد لله وما عقلناش. خش يا بنت أوضتك عشان بعيد عنك هنتكلم كلام عواجيز. خشي. ما تناميش يا ورد اليمن، شوية كده وجايلك. وشوية ليه؟ قوم قوم دلوقتي روح لها. حاضر. معاك عملت فيها سبع. ايوه سبع، ولو واحد ما عرفش احمي عروستي ولا ايه؟ طب قابل يا سبع. انت مين؟ بعد عن طريقي، انا سند الهواري. خفوش، انا ما اسيش الحريم، اقطع النفس. بعد عن طريقي قلت ايه؟ ما تعرفش انا مين؟ ولو كنت نازل من السماء او طالع من الارض. ايه سمعتش عن جابر؟ ورانا 100 راجل. وانت مش راجل ولا ايه؟ وريني يا ولدي. لو عاوز ده خد وسيبنا، احنا معانا حريم. دافع عن حريمك يا سبع الفلا. سيبنا وخد حسنتك، هرمي لك 3 حتت ذهب على الارض، توطي تاخدهم بالادب وتبوس رجلي وتمشي من غير ما اذيك. اوطي هات من خلاني وسط الجبل حي، ولا جعلني خزع ولا ني. كنت ناوي اسيبك انت وحريمك لحال سبيلك، لكن قل ترد الجواب بدعة. سيب حريمك ورحل. انت ما عرفنيش. هتمشي انت ولا روحك تسبح عند اللي خالقها؟ نجي، انا صبري قليل. هتعمل ايه؟ شايف دي؟ انا هرميها من هنا المطرح ما ترسي. لو نزلت على الارض وانت لسه موجود اخد روحك. بسم الله يا ابوي اعتق روحي. يا ناي هتسيب ابوك وعروستك؟ اتفوق. طب استنى ابوك هتهجي وتسيبني. نخ اوعى تنخ يا هلال. يا بنت جمالك هبشني. هلال ما ينخش غير بامري. هلال يعني الرجاله خافت ومصوت حنين ما خافتش. وريني كده نخ. ما تنخش يا هلال. وبعدين يا ام الجمل هباش نخ. ما تنخش يا هلال. وبعدين يا الله قمر وراكبه هلال. اتحشم ورجع. يا بنت جمالك هبشني والهبشه جت في العبايه، ومان صدرك دوشني خلى فطوري عشايا. اتحشم قلت ورجع وما رجعتش. هموت روحي. وكيف امرت الجمل؟ تربي وعارف الادب والاصول. عارف الادب والاصول ولا الجمال عليه حاكم؟ ارجع قلت. وانا مش اقل من الجمل احساس. واموريني وانا تحت النظر والامر. رجعني البيت ابوك. ابوكي ولا عريسي؟ لا ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لحد امبارح بس كنت والد الجبل، وبقيت عبد العروسة. بنتكم اهي زي ما ربنا خلقها، نظيفة متصانة. لا قتلت يوم مرة ولا خوفت عيل. قطعت الطريق لاجل القوت والمال.
لقيت عروسة بلا رجال، قالت لي سوق بيا لحد بيت أهلي، لقيت نفسي ذليل وأنا العزيز الشاب، سبت الجبل والأمان ودخلت بيوتكم الغربة لأجل ما أسلم الأمانة. روح شوف بيتك لونها إسماعيل. اطمن يا بوي. ليلى توبك نظيف والغريب صانه، وكنت في الطريق ليكم في امان. عارف رجلك خطط فين يا جابر؟ طول عمري ما خفت لا من انس ولا من جن ولا من وحش، لحد ما شفت الاصيله على الجمل نخيه. حلوانك ايه يا جابر؟ حلوان اللي قاطع الطريق يا شيخ العرب، حلوان ودمه. اختش يا اسماعيل، ده جزات اللي حفظ قلبك. قاطع طريقه وخطب بيت يا همام، عاوزنا سامحه. اتلم يا اسماعيل او استخالف طاع ولدي، والله اموتك دلوقتي. جابر انا استرجلتك وكبرت في عيني، والرجاله تعرف الرجاله، وانت راجل عاوز ترجع في امان الله ارجع، عاوز تعيش هنا وربنا يتوب عليك وتبقى في طوعي براحتك. هتنصف عليا قاطع طريق يا همام؟ اتأدب في الكلام يا اسماعيل، يا تقعد بأدبك يا تاخد بيتك وترجع بيتك. لك الطاعة في رقبتي يا بوي، لكن الضمير من تلاك وتعكر. سلام عليكم. من غير سلام غور. قلت ايه يا جابر؟ جلبي خلاص يا شيخ العرب، عرف الخوف من ساعة ما شفها. خليني جاركم أعيش خدامها وأنول شرف النسب. طماع قوي ابن المركوب، دنيا لك الأمان تطمع في نسب سيادك. اسمع يا جابر، اطلب المعقول، نسبها ورا تنساه لأنه محال، لكن تتوب وتقعد هنا في أمان حقالك. طول عمري ملك نفسي يا شيخ العرب. ملك؟ أمال يعني شايفك وحدك، لا معك عبيد ولا مال، مال عتودي النهايم فين؟ والله اللي فوق زادي بكفي غلامة دكتور، وفركته على المحتاج. يعني قلبك نظيف كمان. خليك عندي عشان ما اقبلش قاطع طريق في زماني. لو سبتك النهاردة كرامة رجوع بيتنا ما هسيبكش بكرة. اديني بنت اخوك وانا توب. يا ملعون، قلنا لك خلف عمرك فضار. ليك في رقبتي يا جابر، أسيبك يوم بالليلة، بعدها دمك حلال. قلت إيه؟ أرجع مطرح ما كنت، أكون عينك على الطريق. وليك عندي الزاد والمية والأمان، تأمن لي المداخل والمخارج، ومعك رجالة زي ما أنت عاوز، تبقى على الطريق حاكم، ولحد شكى أو غلاية غابت أو قصبك كسرت رقبتك تحت رجلي. مش عايز رجال يا شيخ العرب، كرامة ليك، زي ما قلبي شاف الجمال سجد أنا رضيت. خد واجبك وارحل. فرخ ولد عمك صالحه، لمه ما تبعترش شر الجرايم او عن انسان السكاكين على الرقاب. حاضر. صالحه واجرس عليه، عرف انك الكبير. حاضر. يهديكي ربنا يا بنتي، وانا اللي ما يحمنيش ما اتجوزهوش، وغير كده ما عنديش كلام. سيبيها دلوق يا شمش، اللي فيها مش قليل. معوش حد في بيتي دلوق. واه يا اسماعيل، هتطلعني من بيتك؟ قلت معوش حد في بيتي. حرمان عليا بيتك ليوم الدين. يلا يا فاطمه. استني يا صالحة، اخوكي دمه فايل. مالي يا شيخ واد، بعدي عني. فين البيت؟ مالك ومال البيت؟
سايقة العوج ليه يا ليلى؟ ترضى تجوز راجل طار وسابني وسط الطريق؟ ترضى لبنتك تاخد اللي ما قدرش يحميها؟ أرضالك الموت لو مش نظيفة؟ عقلك مال يا ليلى؟ تتطلقي مني وانت بت ماشي، لكن لو جالك كلب بعد كده وقلت لا هيكون آخر يوم في عمرك، فاهمة؟ في حاجة حصلت؟ بص يا ورد الأمل، أنا عاوزك تعرف حاجة. صالحة دي ما هياش مرتي بس، دي كذا حاجة، مرتي وبيتي وأختي، عاوزك تراعي معاها إنها معايا من زمان، فاهمة؟ فاهمة. هوديها وخليكي في طوعها. حاضر. وأنا ما هخليهاش تجور عليكي واصل. حاضر. بص يا صالحة، أنا اسمي ورد اليمن. طبعا يا ورد اليمن، وبلح الشاب وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. أنا نفسي في واكلة هي غريبة شوية، بس أمي كانت تعملها. تؤمر أمر. طاجن بصل بالبيض، تفرك عليهم 3 جوزات طيب وتخلطيهم بالعسل الأبيض. بيض وبصل وعسل؟ أصلي راسي دايخة شوي، وأنا كنت لما راسي تدوخ أمي تعملها لي. اسم الله عليك. حاضر. وكتري البصل. حاضر. وحضر الطشت والبريق والغيار وحمل المية. حاضر. انت مش فضة. حاضر. هتطبخ حاجة لسيدي ببصل في الليل وحكة ما بتعملوا واحدة زي بعضه. عيلة صغيرة هتتعلم. حضر الطشت واللي برجل سيدك وانا هبقى حمل مي. حمولك مي يتغسلك. قوم يا فضة اسمع الكلام. حاضر. هو هيتسبح ولا هياكل؟ اسم الله عليه. هياكل ويريح وبعدين يتسبح. قادر ياخدك يا بنتي قبل ما يريح. إلهي ما يريحك أبدا يا بنت مناظر. اتفضل. ده ايه اللي طلبته؟ بلاش انت، كفايه انا. ده علمك البصل مع العسل حاجه يعني ما تتوصفش. يريح وبعدين يتسبح، ده اللي نجيتها بيدي. بس غيروها. منك لله يا شيخ يوسف، منك لله يا همام. همام، انت مش قلت انك مش هتبيت عندي 3 ليالي؟ وانا قلت ولا حلفت؟ لا قلت. يبقى خلاص هبيت هنا. ورد اليمن، ما انا بيت هناك وهبيت هنا كمان. طب بعد بعد ريحتك بصل. اصلك ما عرفاش البصل مع العسل حاجه ما تتوصفش.
يا سيدي. مستنياك من امبارح واقفة على قدمي. أنا كمان واقفة على قدمي من امبارح. راحت لي مية بملح، رجلي ورمت. الحلوان يا سيدي هقول لك. حلوان يا رجلي. مبروك يا شيخ العرب، ربك استجاب وسد حبلة. الله أكبر. الحلوان يا سيدي. لقوني عليه فضل وفيهم 20 جرات ليكي ولنسيم أختك زيهم ولعيالكم ليوم الدين. مبروك يا ورد اليمن، مبروك يا ريحة الخير. الله يبارك فيك، مبروك لك. ما عتبت ليه؟ ده يوم فرحة مش يوم بكي. كان نفسي أنا اللي تقول لي مبروك، كان نفسي أكون أنا. كان ربك شاء والحكم ليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربك موجود يا صالحة. سامحني يا رب، سامحني يا كريم. أنا عبدك يوسف، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حلواني ايه لو بنت؟ 10 جنانيه. مبروك يا ابو الولد. 20 دراهم ليك ودعيهاتي. ما شاء الله. مبروك يا ابو الولد، الف مبروك. ما شاء الله. عظم الله اجرك في الشيخ يوسف. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والد همام، انت ابو همام وانا ابو درويش. يوسف خلف همام وهمام خلف درويش. مبسوط جدك اهو يا درويش، كان مستنيك يا ولدي، كان مستنيك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قرطاسة أهو كان اديهولك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
جدا المبعوث رحمة للعالمين. أما أمر الورث فمعلوم، وأما الوصية فلازم تكون في اللي يبقى ويدوم. راعي ربنا واحفظ العهد وطعم المحروم، واحفظ شقيقك سلام ولا تقبل الظلم، اعطي القرايب واحذر أذاهم، املك ولا تتملك، استر ولا تفضح، راقب طريقك وانتبه، وان قدرت اعفي، ولو نويت على شيء كمله لآخره، والتدابير على الله، جامع معتوق لوجه الله. كتلة ذنوب يا ولدي، ونرجو رحمة الفنان، فرق على روحي كتير، وزورني كل فين وفين وما تقطعش، وامنع النايحة واللطمة المعددة، وعجل الدفنة جنب جدك، واعلم الكل بحر وقبلي وكل من لينا فيها لك، استغفر الله لك. استغفر الله العظيم. معتوق يا عم جامع لوجه الله، وباختيارك تقعد في أرضك أنت وعيالك. خلي الأرض للعيال، وخليني في خدمتكم للآخر. ما أعرف شبه، هنا اتولدت، هنا كبرت وعجزت، أروح فين بعد سيدي؟ قاتلك يا عم جامع، أعصب العصايا يا جامع، وأعلم همواره إني كبيرهم الأجل المحترم، شيخ العرب يوسف بن همام قابل وجه كريم. يا شيخ العرب دخلوا يقعد لوحده، هيك لعيب ما يصحش. عيب على مين يا شيخ بكري؟ يا الله هيك لعيب وسط الرجاله، رجاله الصحبه ما امروش كبار. شيخ سلام يغني يرقص هو حر، وانت تقعد مطرحك مستني منه الرضا والامر. الشيخ سلام والد الشيخ يوسف الهواري. خلاص يا ابوي الكلم باين، فهمت؟ ولو مش كنت قاعدة صدر المجلس تأخر ورجع ورا القاعدة هنا الكبار، ارجع. كم شخص مدحته في النوم ورأيته، كمل يا حبيبي كمل. لا هنام شوي عشان اتحدث مع ابوه. نعم نعم. اخوش اتحدث مع ابوك جوا. خش خش جوا. عايزك تبلغ تعازينا للشيخ العرب، شوف حاله كويس، بص جوا عينيه، بص كويس قوي، وشوفهم باصين لفين. تمام يا فندم. وجسدي نبض صالح بيك كمان، تعرفي اذا كان معانا ولا مش معانا في المكان. وايه اللي جاي سيدنا بيك؟ استاذي ابراهيم بيك على وش قبر،
وبعديها هتحصل مجازر، محدش فينا عارف مين راسه هتفضل في الكتاف ولا بالدهب. بلغ تعزينا الهمام وشوف ولاد عمه، اقعد معاهم والقريب منه اعرف ايه سكته بالظبط، وارجع بسرعه يا محمد، محدش عارف الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه. عظم الله اجرك يا شيخ العرب. شكى الله سعيكم يا بيه. تفضل. اسمه ايه من سهل ابراهيم بيه الكريم؟ محمد ابو الدهب يا شيخ. نوات الصعيد يا محمد بيه. صدكم وصل المحروسة، وتأكد عزكم لما شفنا العزرة والقوة بعينينا يا شيخ. لو الناس الكثيرة دي، احنا طبعنا كده يا بيه، نتلموا في الأفراح والأحزان وقتها بس، بعد كده نتفرجوا على طول. احنا أهل سلام يا بيه، نقعد في الظل في الصيف وتحت الشمس في الشتاء. ده تواضع كبير يا شيخ العرب، ده انت ملك الصعيد. استغفر الله يا بيه، الملك لله وحده واحنا عبيده. يعني مش تحكم كل الصعيد وهوارة يا شيخ؟ حكم ايه يا بيه؟ انتم اهل الحكم. انا زي ما تقول كده اللي مصدرينه للمشاكل. يعني حد عايز كده تغلي، حد عايز يرد مرته، حد عايز يفش غله فيه، حاجات زي كده يعني. عموما لو هتحتاج لمماليك يأمنوا طريق معزين أو حتى يكونوا في مساعدتك، إحنا تحت أمرك بدل الهربانين الخايبين. واللي هيهرب ده أجيني عشان أحميه ولا هو اللي يحميني؟ أنا صحيح مش أهل سيوف ولا لينا في الطعم، لكن إحنا أهل أمانة يا بيه، واللي هيتحامى بينا هيدوق الأمان. الأمان ليكم في إنهم يرجعوا يا شيخ، إحنا لينا صرفة مع بعض. مرحبا. خليكم في خيركم، وسيبوا المماليك يأدبوا بعض الأحسن. السيوف خوانة، ولا نقبل لأصدقائنا الدخول في تخبيطها يا شيخ. وأنا ما ردش مستجير يا أبو الدهب، سعيكم مشكور. تعازي إبراهيم بيك وعلي بيك أكابر مماليك شيخ عرب ونصايحهم. تعازي بس هي اللي مقبولة. لو عاوز تاخد لفة كده تطل على صوامع الجامعة وشون الغلة وجسب الصعيد وتشوف خيره، هترى ما يسر العين. لقاؤكم يسر العين يا شيخ العرب. بلغ سلامي لكبارك يا ابو الدهب، وقول لهم شيخ العرب همام أمير الصعيد سلالة الهمامية كبير هوارة ركن الغلبان وملجأ الفقير، يجدد لكم التعازي وحسن الذوق اللي خلاهم يبعثوا مملوك عظيم زيك. شرفت. لو ليك في الدخانة يا شيخ اسماعيل، احنا ممكن ناخد بعض الانفاس في ضيافتك. وماله يا بيه، تشرفوا مضايفنا. اتفضل. شرفت يا بيه. شيخ اسماعيل في شرف صحبتكم الى النهاية، في امان الله. انتوا عايشين في خير عظيم شيخ اسماعيل. والله يا بيه، الخير العظيم بالرجال مش بالمكان. بمعنى ايه يا شيخ؟ يعني لولا وجود رجالة زي عم الشيخ يوسف الله يرحمه، ولده الشيخ همام، وحبهم لناسهم، ما كنت شفت الخير اللي انت شفته. فهمتك يا شيخ اسماعيل، فهمتك. انتوا عزوة، كل ما افكر في حكاية انكم عيلة واحدة وولاد عم مع بعض تأخذني الدهشة الحقيقة. احساس ما جربتوش من قبل كده يا شيخ اسماعيل. برضو يا بيه، ما يجمعش ولاد العم ويعمل العزوة الا وجود كبير. وانت يا شيخ اسماعيل؟ انا ايه؟ كبير ولا تابع للكبير؟ بص يا بيه، احنا عندنا هنا مفيش تابع، كله في ظل الكبير. كبير كلام كبير شيخ اسماعيل، وفيه ادب عالي. احنا عندنا ولاء كبير للي ربونا، ويظل المملوك حتى لو بقى سنجق مدين بالولاء لاستاذه الاول. اخلاق اقدر افهمها يا شيخ، لكن لو مصلحه هواره اختلفت
ما بين شيخ اسماعيل وشيخ همام ايه يكون التصرف؟ كلامه برضو هو اللي يمشي. تمام شيخ اسماعيل تمام. اظن انكم في نفس العمر تقريبا يعني. هو اكبر مني بعشرين يوم. وعشرين يوم يعملوا كل ده يا شيخ؟ ولو هو اصغر مني هو برضو الكبير. انا حاسس ان تواضعك وحبك لابن عمك مبني على عشم كبير في مسك المكان بعده. مفيش حد بعده يا بيه. جايز شيخ اسماعيل جايز. شكرا على الانفاس الجميله والكلام الاجمل، واعلم ان بيني وبينك كلام كبير لسه ما خلصش. شرفت الموضوع يا فهمي. الشرف لينا يا شيخ اسماعيل، ولو تعوز اي شيء من محروسه احنا تحت امرك. احنا شايفينك كبير يا شيخ العرب. شيخ العرب همام بس. متشكرين على شعورك يا بيه. شرفت المضيفة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. توك ما افتكرت تسأل. حقك عليا يا ولد اليمن. الواد درويش ما قدرش ابعد عنه واصل. يا رب ما تبعدش عنه ابدا. مالك حلو قوي الليلة دي. الحمد لله طول عمري. حلو قوي الكحل اللي انت حطاه دي. هو انا عيني كده متكحل رباني. الله اكبر. طب ما البعد زينه. ها زين ليك انت، ان البعد عنك هيموتني. الا قولي لي، هو انت من زمان بصتك حلوه كده؟ وبعدين هبص بعيد. واه مال يدك اسم الله عليك. مالها؟ حلوه قوي. دبلانه من قله سلامك عليها. طب اصلحها كيف دي؟ وريني كده. افتح الباب يا ولد نطلع الفرس. ممنوع. ايش؟ ايش هو اللي ممنوع يا ولد؟ ممنوع اي ركوبه تطلع الا باذن من سيدي شيخ العرب همام. ليش؟ ما فيش ركوبه هتطلع. تفضلوا يا شيخ العرب. مرحبا مرحبا يا مشايخ العرب. مرحبا بيك يا شيخ العرب همام. يعني ما نشوفوش بعض غير في الاحزان والليل. متجمعين في الفرح وفي كل حيجه ان شاء الله. المهم نتجمع وخلاص، فرح المهم نلمه. والله لولا المصالح ما كنا نسيبوا بعضنا بالمره. المصالح صح، ومفيش مصلحه احسن من القرب يا شيخ يونس يا هواري. الجد واحد والاصل واحد والمشوار هو، والقلوب تدفى برؤيه الاحباب. صح. اي نعم. زين شيخ العرب بكري الهواري، امك تبقى خلت نظيمه، ابوك خدها وقعد بيها بحري، ومن يوميها ما شفناكمش. عاش من سمع حسك يا شيخ العرب، والسلام امانه منها لك. الله يسلمك ويسلم. ايه الشيخ يونس الهواري جدك؟ يبقى ولد عم جدي. اي نعم. ما انتوا اللي قعدتوا هنا وما تبوش تسيبوا فرشوه. واجينا تجمعنا الحمد لله. جيتوا للواجب وصلينا مع بعض في بيت ربنا عشان يبقى الكلام على نور. كلام ايش يا شيخ العرب؟ بين كلامك. ما هو استنى فرقه تاني. انا الاوان يا ولد عم اننا نتجمع. كل واحد منكم يقدر يسوق بدل البلد 100 بلد. الدور دي انا عايز كلمتكم. كلمتنا؟ كلمه ايش؟ ولد عمي في جبلي ادوني كلمتهم بامر ابوي الشيخ يوسف الهواري، وانا غرضي ان هواره كلها تبقى على كلمه واحده. لمن؟ لي او لغيري، المهم تبقى على حد واحده يا شيخ يونس يا هواري. معاكم 3 ايام شاوروا روحكم. اهلا بكم في مضايفنا، ولو اراد المولى وصار كلامكم على حد يبقى بركه يا جامع، لو لا كل واحد فيكم ركب راسه وقال يلا نفسي على كيفه.
ياخذ ركوبته ويرجع بلده ويبقى كل واحد من ثلاثة. بس لو رقصت الدنيا رقصتي مش هرضاها لنفسي ولا هرضاها لكم انكم تبقوا مع الغريب. ويوم اطلع اقطع الجدر الغريب اول حبل هيتقطع اللي بيني وبينكم. تكلك كلامي ليس مخلص. ربنا يعز اللي يعز نفسه. ساعد وصل ولد عمك لمقاعدهم وضايفهم. اتقابلوا هنا بعد 3 ايام. تفضلوا على مضايفكم. سياسي معهم عندهم بالراحة بالتحديد. قول لهم على كيفكم بس أمام ما يسيبكمش. اللي مش معاه وحده بس يحمي رقبته وحده ويحمي أرضه وحده. ولا فيهم فايدة. طول عمرهم زي الطين الماهي لا ينفع بنا ولا جلوس. ما عارف يمكن دم يحن. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زرزور. نعم شيخ العرب. اعمل اللي قلت لك عليه بعد الشيخ اسماعيل ما يخلص معاهم ورجو بحلق زير. حاضر. ها مبسوطة يا ورد اليمن؟ نحمدوه يا أم درويش. زينة أم درويش أحسن من خالتي. من تسمينا كلنا موي شقك نصين. اتكلم يا زين يا هباب اليمن. خلاص ما تزعليش عضحك معاكي. عيلة صغيرة معاك أنا لا كبير. أقول لي متوسطة لا صغيرة ولا كبيرة. صح يا فايقة. وأنا السبب. أنت السبب كيف؟ أنا اللي قلت الهمام يخش عندك عشان خاطر ربنا بس. ليه همال؟ هو ما كانش عاوز يخش عندي يقدر. صح يا بنت الواطي واطي. أنت مش كنت يا بنت هتبكي جوا زي العنزة اللي يقطع ضلها؟ أنا؟ ده بس كنت زعلانة على حماي وخدتني العبرة. حموك الفرن. قوم يا بنت قومي ربنا يصلح حالك. قومي راسي وجعاني. قلت لك قومي مش ناقصاكي. هاديني قمت. بس كنت عاوز اقول لك على كلمه. اللي هيروح عند حد يبقى عاوز وعاوز يروح له وما كانش همام مستني حد يقول له خش عند ورد اليمن. امال يا بنتي اللي يقول الواطي يستحمله العالي. معلش متشكرين. وانا بدل ما افور دمي افتح قرنك احسن عشان ارتاح. كده انا اتفشيت وناري هتبرد لما دمك كله يتصفى. فتحت راسي كانت هتموتني. بني جدي منها ولا حد. لو الدنيا كلها وقفت على قدمينها وتكلمت معاي كده هفتح راسك تاني وتالت لحد ما تبقى زي شبكة الصياد. خلاص يا صرحة تحددت لعكتي وعملت كل اللي انت عاوزها وانا واقف. هي كلمة واحدة يا همام يرضيك عيلة زي دي تقل أدبها علي؟ لا أقول لك يا صرحة أنا من يوم ما دخلت عندي عمري ما اديت يد عليك. لا زين عشان انت قيمتك من قيمتي مرتي. اللي يقل قيمة مرتي التاني أعمل فيه إيه؟ تعمل فيه إيه يا همام؟ حق ربنا يا صالحة. هجيب اللي بطحتيها بيه وخليها تبطحك دلوك. إيه؟ هو كده. خد يا ولد ابطحي. أنا ما عملش كده. يبقى أنا اللي هكسر راسك الناشفة دي. خليكي مطرحك. انا ما دخلتش قاعتك دي غير لما قلبي يروق من تلاكي. اديني بطحتها لك وروح لها وشوف هعمل فيها ايه تاني. ما تخلينيش اكسر راسك دي. انا
خلني اقول لك، انت غير صالحه خالص، انت حلوه وصغيره، هتعرفي عيني قبل ما تبص هتقول ايه. احس معاكي اني ما عاوزش حاجه من الدنيا، شبعان ومستكفي. الله، احلى كلام سمعته منك الليله دي. الحمد لله. طيب وصالحه؟ صالحه دي زي ما تقولي كده، امر الله قضى ربنا، لولا الشرع والدين انا ما اخش عندها واصل. ما فيش حاجه جديده معايا، كل كلام اتقال وتعاد ومسخ. معاك انت يا ورد، الكلام معي خلص. طب كل يا حبيبي كل. لا اكل يا روح حمام، وجعاكي قوي قوي؟ وريني كده احسن. سلامتك الف سلامه. ان شاء الله العدوين انا هوجعك، هوجع لك راسها بغيابتين اكتر من وجع راسك.